كابتن بلال، يمكن قلت لي بين الشوطين وقبل المباراه ما تبدا ان في لقطات بتحصل في المباراه ممكن تكسبك الماتش. يعني مثلا انت ممكن تكون مش في مستواك وارضيه الملعب سيئه، لكن تجي لك فرصه تخلص بيها الماتش. صحيح. يعني في الشوط الثاني بالذات في بدايته كانت تقريبا ما كانش في افضليه للحرس الوطني علينا، وفي الفتره دي جات لنا فرصه كان من الممكن ان احنا نقتل بيهم المباراه تماما، ودي كانت نقطة تحول وقدر بيها الحرس الوطني يقلب الجيم. كرة محمد طه، كرة طاهر محمد طاهر. اه طبعا اكيد. يعني بص، هو المشكلة او الازمة في المباريات اللي زي دي او اللي بره ملعبك بشكل عام، لما بتستسهل الماتش هو بيتصعب عليك تلقائي. يعني انت بتلاقي فرقة زي ما الكباتن كلهم يعني اجازوا في الموضوع ده، قال لي خلاص انت بتلاقي فرقة كل طموحاتها وامكانياتها ان هي تعمل عليك جيم كويس. جيم كويس بكل حاجة بقى، يبقى روحهم في القتاليه عاليه، الكره المشتركه، يقدروا يلعبوا كره على الارض. يعني انت ممكن ما تلاقيش الفرقه دي بتلعب كره على الارض في الماتشات العاديه بتاعتها، تلاقي مثلا كرات طويله وكرات عاليه وتخبيط وبتاع، لكن لما يلعب قدام النادي الاهلي، وكان كابتن علاء بيتكلم في حاجه مهمه جدا من شويه، انك بتلعب هم بيلعبوا قدام النادي الاهلي، فعايزين يظهروا افضل حاجه بالنسبه لهم طبعا. افضل حاجه انك تظهرها قدام فرقه كبيره انك تلعب تستلم وتسلم في مساحات على الارض، تشتغل على الارض. النهارده انت اديته الفرصه انه يعمل كده، سبت له المساحه في نص الملعب يشتغل، سبت له اطراف الملعب اللي اشتغل، حتى الكرات الطوليه كمان كان مميز فيها جدا، من اليمين للشمال يعمل كره طويله جدا. صحيح. تروح للرايت وينج بتاعهم او الليفت وينج بتاعهم، بيستلم باريحيه شديده جدا منهم، واحده اتلعبت يمكن وجت رقص ياسر ابراهيم وحطها في العارضه، كانت ممكن تبقى جول بدري وتصعب عليك الجيم، وبعدين تخش في 2-1 والامور كانت تبقى اصعب من كده بكتير. احنا قلنا لما تجيلك فرصه وانت حالتك الفنيه مش جيده، لازم تبقى هي دي الفرصه الاخيره بالنسبه لك. صحيح. النهارده خلاص الحاله واضح ان الحاله مش جيده، احنا اتكلمنا قبل الماتش وادينا اكسكيوز عشان خاطر الملعب والرطوبه والحراره، وانت مش والملعب صعب عليك والارضيه صعبه جدا، خلاص جات لك فرصه لازم تسجل عشان ما تخشش في معاناه. أي. انت برضو في دور ال 16 هيجي لك ملاعب برضو سيئه طبعا. انت مش بتلعب مش بتلعب التوب 5 في الدور ال 16. أي. انت هيجي لك مثلا ماتشين بره صعبين جدا على ملاعب سيئه جدا، وكل سنه بيحصل كده. مش معقول انت هتروح كل ماتش بتلعب بره ملعبك هنبقى احنا حاطين ايدينا على قلبنا وخايف انك تتعادل او يجي فيك جون من قلشه، من كره ثابته، من هجمه مرتده، من كره عشوائيه. يعني الجول النهارده جه مش من تكتيك، من كره اتلعبت حطها بدماغه جوه خطا. بيلعب بالظبط. ما هو النهارده كابتن بيلعب بيه، بيلعب على عبد الحميد عثمان وبيلعب ديوري، هم دول الاثنين. ده بيلعب ناحيه الشمال كروستات، والتاني واقف محطه بالنسبه له وبيحاول يشتغل في ال 18 بشكل كويس، وهو يمكن اللي عمل الكره اللي جت من اللي جت في العارضه دي. فكابتن النهارده عندك فرصه تعوض في مصر. دور ال 16 هيبقى صعب، انت هتفتقد نقاط. وارد يبقى معاك فرقه جيده، يعني وارد يبقى معاك فرقه ثالثه جيده، تبقى مثلا فرقه زي المريخ مثلا، اي فرقه، فرقه زي اسك النهارده كسبانه شباب بلوزداد 3-1 في ملعبها، فرص بتيجي بتسجل. أيه. فكون ان انت تطلع بره ملعبك وتادي كده زي ما برضه ما عملت السنه اللي فاتت، انت برضه كانت مشكلتنا السنه اللي فاتت ان خرجت بره اول ماتش برضه تعثرت. أيوه. جيت في ملعبك بتكسب بالعافيه، الكلام ده صعب، الكلام ده هيبقى صعب عليك. ولكن اعتقد ان التدعيمات اللي النادي الاهلي عملها هيكون ليها دور ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله جيد. يبقى ليها دور كبير باذن الله تعالى. ولكن خد بالك انت برضو لازم المدير الفني يعني يبقى يحمل اللعيبه مسؤوليه اكبر من كده في الملعب. النهارده حتى وان كان انت بتلاعب فرقه مش موجوده على الخريطه، يعني الفرقه دي انا اول مره اسمع عن الفرقه دي، على اسمع عنها يمكن من 30 40 سنه ولا حاجه، فانت بتلاعب فرقه مش موجوده على الخريطه، ما ينفعش يبقى الاداء بالشكل ده. صحيح. خد بالك حفظا لكرامه النادي الاهلي. صحيح. تاخد بالك ده رقم واحد، ان النهارده انت بتلعب باسم النادي الاهلي، او اللعيبه اللي موجوده في الملعب دي والمدير الفني والجهاز، كل الناس دي بتلعب باسم النادي الاهلي. مظبوط. كون انك تخرج 2-1 مغلوب لا قدر الله، ممكن يجي جول في اخر الماتش، او واحده من اللي راحوا تيجي جول، انت ليك فرص. أيوه. ليك واحده بتاعت وليد سليمان، ليك واحده بتاعت طاهر محمد طاهر، عليك فرص. أيوه. واضحه، لكن هم كانوا افضل منك في الملعب النهارده. لما تيجي تقسم الجيم هتلاقي ان الفرقه دي مظبوط اللي كانت بتلعب بعشوائيه دي هم افضل منك في الملعب.